بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مجددا في سلسلة التدريب على حقيبة الأحياء لمسابقة موهوب المستوى الأول. في هذا الفصل سوف نتحدث عن أجهزة جسم الإنسان، وسوف نبدأ الحديث في هذا الدرس عن الجهازين الهيكلي والعضلي. في نهاية هذا الدرس ستكونون قادرين بإذن الله تعالى على توضيح تركيب الجهاز الهيكلي والتعرف على أنواع المفاصل والمقارنة بين أنواع العضلات، ثم توضيح آلية انقباض العضلات. بداية مما يتركب الجهاز الهيكلي، يتركب الهيكل العظمي أو الجهاز الهيكلي من قسمين. القسم الأول وهو الهيكل المحوري، وأي حاجة في المحور معناتها هي التي تكون في المنتصف. فالهيكل المحوري يضم الجمجمة والقفص الصدري وعظمة القص والعمود الفقري، كلها في المنتصف. فبالتالي هذه الأجزاء التي أشرنا إليها هي تمثل الهيكل المحوري. أما القسم الثاني من الجهاز الهيكلي فهو الهيكل الطرفي، هي مجموعة الهياكل التي توجد في الأطراف. فنلاحظ يوجد لدينا الطرف العلوي اللي هو عظام اليد، الأطراف العلوية، والطرف السفلي، وعظم أو عظام الكتف هذا الجزء، وعظام الحوض. جميع هذه الأجزاء المشارة باللون الأزرق هي عبارة عن تدخل ضمن الهيكل الطرفي. طبعا الهيكل المحوري يحتوي على 80 عظمة، بينما الهيكل الطرفي يحتوي على 126 عظمة، فيكون مجموع عظام الإنسان 206 عظمة. الجهاز العظمي أو الجهاز الهيكلي ويعطي الدعامة والحماية لكثير من الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، وأهمها القلب والرئتين والدماغ. الجهاز الهيكلي يساعدنا أيضا على الحركة. بالإضافة إلى الجهاز العصبي والجهاز العضلي، فإن الجهاز الهيكلي أيضا له دور في الحركة، ويتمثل دوره بذلك بأنواع المفاصل المختلفة. فما أنواع المفاصل الموجودة في أجسامنا؟ هناك النوع الأول هو المفصل الكروي. المفصل الكروي يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، ويوجد في الورك والكتف. فيمكنك مثلا تحريك ذراعك بحركة دورانية، وذلك من خلال المفصل الكروي الموجود في منطقة الكتف. النوع الثاني من المفاصل هو المفصل المداري. المفصل المداري يسمح بالدوران حول محور واحد، وكما يوجد في المرفق. فنلاحظ أن المرفق بإمكاننا أن نقوم بدوران اليد كأننا نقوم بفتح المقبض للباب، فسوف نجد أن هناك دوران ولكن حول محور واحد فقط. هناك المفصل الرزي. المفصل الرزي يسمح بالحركة للأمام والخلف فقط، ويوجد إما في الركبة وكذلك يوجد في مرفق اليد. لا نستطيع أن نقوم بعملية اللي هو الانثناء إلا في جهة واحدة فقط. فلو فرضنا أن هذه الركبة، فسوف نلاحظ أن العظام سوف تتحرك فقط بهذا الاتجاه. المفصل يسمح لنا بحركة بهذا الاتجاه فقط، ولا يمكن أن تتحرك الساق إلى الأمام، لا يمكن تحريكها إلى الأمام. هناك المفصل المنزلق، طبعا يسمح هذا المفصل بحركة محدودة، ويوجد في الرزق والكاحل والفقرات. ونلاحظ أن فقرات العمود الفقري بين الفقرة والفقرة الأخرى يوجد يعني الحركة بينهم حركة انزلاقية، هنا يوجد مفصل. طبعا المفاصل بشكل عام تتركب ليس من العظام وإنما من الغضاريف. والمفصل الدرزي يعني هو مفصل عديم الحركة، لا يسمح بالحركة، وهي نجدها مفاصل موجودة بين عظمة وعظمة أخرى، ولكن لا يحدث بينها أي نوع من الحركة كما نلاحظ في عظام الجمجمة. هي مفاصل ولكن عديمة الحركة.
في هذه الشريحة نستعرض مجموعة أيضا من الصور المتحركة التي توضح لنا أنواع المفاصل. في هذه الصورة يكون المفصل نوع المفصل الموجود فيه مفصل انزلاقي بين فقرات العمود الفقري. كذلك نلاحظ في هذه الصورة المتحركة نوع المفصل دوراني وهو موجود في الرسغ. نلاحظ أن رسغ اليد نستطيع يعني تدويرها في جميع الجهات، فهو في هذه الحالة دوراني. هنا يكون نوع المفصل رزي لأنه يسمح لنا بالحركة باتجاه الأمام أو الخلف فقط مثل ما هو موجود في الركبة. وفي هذه الصورة يكون المفصل من نوع المداري لأنه يسمح بالدوران حول محور واحد فقط، يعني نستطيع في الرقبة نستطيع أن نلف رأسنا يعني بزاوية تقريبا 180 درجة، ولكن لا نستطيع تدويرها. الدوراني يكون يعني عادة 360 درجة، لكن بالنسبة للمداري ممكن يكون يعني 180 درجة وأقل. أتمنى أنكم تتعرفوا على هذا النوع من المفاصل، إلى أي أنواع المفاصل هذه الصورة المتحركة هي تشير. يمكنكم كتابة الإجابة في قسم التعليقات. عند الانتقال إلى الجهاز العضلي، توجد في أجسامنا ثلاث أنواع من العضلات، هي العضلات الهيكلية والملساء والقلبية. لنتعرف على الفرق بين تلك أنواع العضلات. في العضلات الهيكلية، معظم عضلات الجسم تكون هيكلية، ومن اسمها هي مرتبطة بالهيكل العظمي، فلذلك تطلق عليها أيضا بمسمى العضلات الهيكلية. وهي عضلات إرادية، أي نستطيع تحريكها يعني بإرادتنا، وتربط الأوتار بين العضلات والعظام، بما أنها هي عبارة عن عضلات ترتبط بالهيكل أو بالعظم فإنها تحتاج إلى الأوتار. وظيفة الأوتار أنها تقوم بالربط بين العضلات والعظام، وترتبط مع العظام عن طريق أوتار تسبب الحركة عندما تنقبض وتنبسط، وتظهر يعني عند مشاهدتها بالمجهر تحت المجهر تكون مخططة، تظهر مخططة، وذلك بسبب ما يطلق عليه باسم خيوط الميوسين والأكتين. بالنسبة للعضلات الملساء فهي تبطن الكثير من الأعضاء الداخلية. القناة الهضمية يعني تتكون من عضلات، ولكن نوع العضلات الموجود فيها هي عضلات ملساء وليست عضلات هيكلية. وكذلك الأوعية الدموية مثل الشرايين والأوردة تتكون من عضلات ملساء. العضلات الملساء تتميز بأنها عضلات لا إرادية، لا يمكننا أن نتحكم فيها، وتظهر تحت المجهر بأنها غير مخططة وليست مرتبة في حزم، ويوجد لكل خلية نواة واحدة. بينما بالنسبة للعضلات الهيكلية من الممكن أن تحتوي على أكثر من نواة. بالنسبة للعضلات القلبية، من اسمها توجد في القلب فقط، وهي عضلات لا إرادية، وسوف نلاحظ أنها تجمع بين خصائص وصفات العضلات الهيكلية والعضلات الملساء. فهي عضلات لا إرادية وتترتب على هيئة شبكة، وتكون مخططة مثل العضلات الهيكلية، وعادة ما تكون هذه الخلايا وحيدة النواة، وبعضها مرتبط مع بعض بوصلات فجوية. كيف تنقبض العضلات؟ العضلات تقوم الخلايا العضلية بعمليات الأيض هوائيا، ونقصد به بأنها يعني احتوت على الجلوكوز مع وجود الأكسجين، فبالتالي نلاحظ أن سوف تقوم هنا الخلية بعملية التنفس الخلوي. عندما يتوفر الأكسجين يحدث التنفس الخلوي الهوائي في الخلايا العضلية، وتطلق هذه العملية كما عرفنا ذلك سابقا في الميتوكوندريا، تطلق اللي هو مركبات الطاقة اللي هي الـ ATP. طيب، العضلات كذلك يعني عند توفر الأكسجين، عندما يتم توفير الأكسجين الكافي للتنفس الخلوي تنطلق كمية من الـ ATP، يعني عند وجود الأكسجين. لكن عند غياب الأكسجين
عند عدم توافر الأكسجين الكافي للتنفس تعتمد الخلية على نوع آخر من التنفس يطلق عليه باسم التنفس اللاهوائي وذكرناه سابقا بالتخمر. التخمر ممكن أنها تحدث في البكتيريا والفطريات، كذلك التخمر طبعا هناك تخمر كحولي هنا تخمر حمضي، ينتج عن هذا التخمر حمض اللاكتيك أو حمض اللاكتيك أو حمض اللبن ويزداد تركيزه. عند ازدياد تركيز حمض اللاكتيك في العضلة سوف يسبب ذلك الإعياء والتعب أو الشد العضلي. فإذا يحدث الشد العضلي بسبب ارتفاع تركيز حمض اللاكتيك، وذلك دليل على أن العضلة اضطرت إلى أنها تستخدم التنفس اللاهوائي لأنها لم تحصل على كمية كافية من الأكسجين، فبالتالي سوف يحدث معنى الشد العضلي أثناء أداء التمارين الرياضية. بالنسبة للتدريبات، ما تأثير فقدان النسيج الغضروفي في الركبة؟ بالنسبة للنسيج الغضروفي يعني لا يتدخل في قوة الرجل، قوة الرجل تعتمد على عضلاتها، يفقد عظام الرجل ترابطها، ترتبط عظام الرجل بالمفاصل وكذلك طريق الأربطة، يقلل مرونتها. النسيج الغضروفي إن حدث فيه فقدان سوف يقلل من مرونتها، يعني تعتبر الإجابة الصحيحة هي سي. تفقد العضلات قوتها كما ذكرنا، ليس للنسيج الغضروفي أي دور في عملية قوة العضلات أو قوة الرجل. شكرا جزيلا لمتابعتكم وانتباهكم، تقبلوا تحياتي ونلقاكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى.